الخطة الزراعية السنة سوانا ربع الدولة، أنطانا بسببها سماد قليل وماء قليل. الغلة مالت الدانم تتوقع 500 كيلو لأن ما استفادت من لا من السماد ولا قلة الماء. قبل كنا ينطونا الدولة 50 كيلو أو 55 كيلو، السنة انطونا 5 كيلو وات للدانم الواحد. الماي كان متوفر، أقدر أزقي 4 مايات، السنة ميا ما كملتهن ميا. السنة الجاية متوقع نهائيا ماكو زراعة بالعراق لأن قليل المي، وبلغتنا الدولة رسميا أنه ماكو خطة زراعية للموسم الشتوي الجديد، ولحد الآن ماكو مي توفير للمستقبل. ودعينا كل الفلاحين على تسليم حاصلهم إلى سيلوات الحكومية لأجل أن يكون هناك خزين استراتيجي جيد لدى وزارة التجارة، يعني إضافة إلى ما تقوم باستيراده، باعتبار هذا العام تقلصت الخطة الزراعية إلى 50%، وعندما تقلصت تدنى أنتاج الحنطة، يعني اليوم نعتقد أنه قد نحصل على 2,500,000 طن كحد جيد، يعني إذا ما حصلنا على هذا الرقم سيكفي العراقي نهاية الموسم، أي بمعنى أنه رغيف الخبز مؤمن لدى العراقيين إلى نهاية الموسم إذا ما حصلنا على هذه الكمية إن شاء الله. لدينا خطط استراتيجية لمواجهة الجفاف باعتبار قلة الأمطار، انحباس الحراري، فضلا عن يعني قلة الإرواء من الدول الجوار، عدم حصولنا على مستحقاتنا المائية. بالتالي وزارة الزراعة قامت بإجراءات أخرى، هي استنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف، الاتجاه إلى الزراعة العمودية في زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة، الوقوف على أصناف عالية الإنتاجية حتى نعوض المساحات اللي تستبعد نتيجة قلة الأرواء. ما زلنا نتعامل بطرق الأرواء بخمسينيات القرن الماضي، فالفلاح ليس له ذنب، الفلاح يأتيه مي بالساقية ويسقي. المهم إحنا اليوم كدولة إحنا نقنن المياه، إحنا نرغم الفلاح أنه يتعامل بهذه التقنية، وإذا ما طبق القانون نستطيع تقنين المياه بشكل جيد.